انا بلد شعير السياره بديني وبراس ما بعرف شو. انا معقول خلي حدا يقطع عني على الاوتوستراد؟ ولو يا زلمه متبهدل انا قدام اصحابي. شو بدك اني اشوف ارمه 100 كيلومتر وانا بكون ماشي 300؟ حوالي 450 حصان وما بيسوى لصحتهم الا ما تمشيهم. في كرامتنا بتدق نحن. بكون عم شفي، شوف هالعالم عم بيطلعوا من الشبابيك صريخ وهيصة، شوف حالي بنبسط. يا حيوان اي لاف شومي. اذا ما نحكي قانون، لا انا بحط السنتور. عرفت كيف؟ لا ما بخالف.